فصل. وخرج الحسين بأهله إلى مكة أيضا، ووجه أهل الكوفة إلى الحسين الرسل والرسائل يسألون القدوم عليهم، وقالوا نحن معك 100,000، 100,000 واحد. طبعا بدي أحب أحكي شغلة هنا، الكل الآن يشقشق ويتحذق، ولما لم يذهب الحسين إلى اليمن وكان أفضل له وابن عباس نصحه؟ وأنا بقول لكم انتبهوا وبمنطق بسيط مقنع جدا، لو راح اليمن وطبعا مش حيتركوه بنو أمية، حصير في ملاحم برضه ولعله يقتل برضه هناك ويصير شيء أعظم، إيش حيقولوا الناس؟ لو كان ذهب إلى العراق كان أحسن له يا أخي، مشيعة أبيه في العراق ومئة ألف بعثوا له، لما يترك 100,000 يروح اليمن؟ كان خطأ التقدير منه ولا مش صحيح. هذه الدعاء الحكمة بأثر الرجع والتفلسف فينا، ندعي زيك إحنا معروف أكثر ناس تتكلم في التاريخ بهذه الحكمة الزائفة الفارغة. خلاص كان أمر الله مفعول، هيك اللي صار، هو ما قدر أنهم يخذلونه ولا يصير اللي صار، بس صار هيك، ربك بده شيء لا إله إلا هو. أخبرنا إلى آخره سنة طويل جدا عن أبي إسحاق، قال لما بلغ أهل الكوفة نزول الحسين بمكة وأنه لم يبايع ليزيد ابن معاوية، خرج منهم وفد إليه وكتب إليه سليمان ابن صرد، هذا بعدين بصير إيه؟ رئيس حركة التوابين. طبعا قتل الحسين ما راحش هدر، قتل الحسين كان السبب الأعظم، مش هنقول الأوحد، لزوال دولة بني أمية. معروف حركات التوابين وحركات إثارات الحسين والمختار بن أبي عبيد كله بسبب دم الحسين الحمد لله، وما شافش التاريخ رجل يقتل ويسبب مقتله زوال دولة إلا الحسين بالطريقة هذه بفضل الله، ما راح هيك هدر، وين هدر؟ بالعكس كان أكبر نقمة على بني أمية قتله عليه السلام. والمسيب ابن نجي ووجوه أهل الكوفة يدعونه إلى بيعته وخلع يزيد، وقالوا إنا تركنا الناس متطلع أنفسهم إليك، وقد رجونا أن يجمعنا الله بك على الحق وأن ينفي عنهم بك ما هم فيه من الجور، فأنتم أولى بالأمر من يزيد الذي غصب الأمة فيئها وقتل خيارها. فدعا الحسين عليه السلام مسلم ابن عقيل وقال له اشخص إلى أهل الكوفة فإن رأيت منهم اجتماعا فاكتب إلي، إذا شفتم مجتمعين علي وفعلا كذا اكتب لي. قال أهل السير لما بعث الحسين مسلم ابن عقيل ابن عمه طبعا عقيل بن أبي طالب بلغ الخبر إلى يزيد، فولى الكوفة عبيد الله ابن زياد، وين كان هذا القرد هذا؟ على البصرة، قال له كمان جمعت لك الكوفة، فترك أخوه عثمان ابن إيه؟ زياد عليها وراء على إيه؟ على الكوفة، وكتب إليه يزيد إن الحسين قد توجه إلى العراق، فضع المناظر الجواسيس يعني المناظر بسموهم كانوا سبايز، فضع المناظر والمسالح واحترس واحبس على الظنة وخذ على التهمة، التهمة اللي بتظن فيه احبسه واللي بتتهمه خلص عليه، عكس ما قال مين؟ النعمان بن بشير، قال لا أنا لا أخذ إيه بالظنة ولا على إيه التهمة. وكتب مسلم بن عقيل الحسين قد بايعني 18,000 فعجل بالقدوم، يا أخي واضح الأمور مهيئة صارت. فسار الحسين نحو الكوفة وأخذ عبيد الله بن زياد مسلم بن عقيل فقتله، وكان الحسين قد وجه قيس بن مسهر إلى مسلم بن عقيل قبل أن يبلغه قتله، فأخذه عبيد الله بن زياد، أخذ مسهر ابن مسهر هذا، وقال له قم في الناس فاشتم الكذاب ابن الكذاب، الله يلعن البعيد، الله يلعن عبيد الله ابن زياد ابن الزنا ابن حرام هذا النغل هذا، الحسين كذاب ابن كذاب، أهانة الله عليه البعيد، فاشتم الكذاب ابن الكذاب يعني الحسين. فصعد قيس المنبر فقال أيها الناس، الحسين قال ما علمت أصحابا خيرا من أصحابي ولا أوفى من أصحابي، فعلا هذول الجماعة كانوا معاه هذول واستشهدوا معاه أعظم أنصار وأعظم أعوان رضوان الله عليهم أجمعين، هذا واحد منهم يا أخي رجال وعارف أنه خلاص يعني الموت الأحمر. فقال أيها الناس إني تركت الحسين بالحاجر وادي هذا وأنا رسوله إليكم وقد جاء لينصركم، فأمر به عبيد الله وطرح من فوق القصر فمات. فوصل خبر الحسين بقتل مسلم العقيل فهم أن يرجع، وكان معه الرجوع حتكون معه وخلينا طيب العدد ما العدد، ثم إن عبيد الله بن زياد ولا عمر بن سعد بن أبي وقاص يعني قتال الحسين، حطوا على الجيش في الأول طبعا رفض عمر بن سعد وطبعا تستغرب يقول لك عمر بن سعد أكثر محدثين عنه ثقة يروى عنه ثقة إيش، ويقول العلامة المقبري في العلم الشامخ كيف يكون ثقة من قتل الحسين، ثقة إيه وكلام وتخبيص إيش هذا يا أخي. فطبعا هذا بناء على أن العدالة تتجزأ، فعلينا أن نعيد النظر في كل مفاهيمنا دائما نشخشخ ونردد انه ان الفضائل لا تتجزأ، ما يمكن واحد يكون مجرم وسفاك دماء ويكون ثق قال لا يكذب يتورى كذب والله يكذب على رب العالمين هذا مش على الرسول، اقسم بالله يكذب على رب العالمين اذا كان فيها اياله او اماره او او رغب او رهب، طب ما هي ما هو عشان الراي وكذا كذا قتل الحسين مش كذا وبس هذا، والعياذ بالله يا اخي ثقه قال لك ثقه خلي ثقه قتل الحسين. فقال له الحسين
إما أن تدعني فألحق بالثغور أو أنصرف من حيث جئت أو ألحق بيزيد، وهذه لا تصح على الحسين أنه طلب كذا، هذه رواية مستحيل. فكتب عمر إلى عبيد الله ابن زياد بذلك فقال لا ولا كرامة. شوف القرد ابن خرد، عبيد الله هذا ابن زياد، هذا ابن أبيه مش معروف أصله الزنيم هذا، قال لا ولا كرامة. قال ليش؟ حتى يضع يده في يدي، بده الحسين يجيه ويتنزل له قال إيه ويعطيه البيع هو كمان لا يزيد طبعا، زي ما قال الحسين، قال إن الدعي ابن الدعي سماه هيك. قد ركز بين اثنتين، بين السلة يعني الحرب كذا كذا والذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون وحجور طابت وطهرت. قال الدعي ابن الدعي، قال بحددني يعني يا حرب تيجي دليل، لا قال لا حرب حرب موت موت، لكن ذلة لا قال، هذا الحسين. قال لا قال ولا كرامة، قال حتى يأتي إيه فيضع يده في يدي فإن أبى فقاتله فإن قتل فأوطئ الخيل على صدره. وهذا القرد الثاني هذا عمر بن سعد استجاب، عمل كل شيء كما هو. وأنشد الآن حين تعلقته حبالنا يرجو الخلاصة ولا تحين مناصي، بتهدد. فقال حسين لا أضع يدي في يد عبيد الله أبدا. وقال حسين لأصحابه تفرقوا في هذا الليل في السواد ودعوني، تخذوه جملا قال لهم روحوا تخلوش عنه. فقالوا والله ما ندعوك حتى يصيبنا ما أصابك، ما أصابك عفوا. فحالوا بينه وبين الماء فقال يا قوم أيصلح لكم قتلي، العبارة المشهورة لأخره. وبعدين بده يحكي إيش؟ فقال شمر أنا أعبد الله على حرف البعيد، لعنة الله عليه، إن كنت أدري ما تقول. حسين قال لهم يعني أيحل لكم قتلي؟ أنا ابن بنت نبيكم، أنا كذا أنا كذا أنا كذا، أنا أبي شمر بن ذي الجوشن لعنة الله عليه، هذا المشهور أنه هو اللي احتز رأسه ويقال غيره طبعا. قال له أنا البعيد أعبد الله على حرف، إذا كنت فاهم إيش بتحكي أنت قاعد، الله يلعن البعيد، حمار البعيد كأنه منافق يعني. أنا البعيد يعني كأنه إحنا بنقول إيه يعني إيه، أنتم بتقولوا السوريين يبريني من ديني، استغفر الله العظيم، يبريني من ديني بتقولوا أنتم عندكم في الشام هيك، هو كأنه هيك بقول يعني، أنا كأنه بقول أنا كافر البعيد أو ما إيه لا أعبد الله إذا كنت بفهم إيش إيش بتقول، معناها أنا لا أفهم ماذا تقول. والعياذ بالله. وكان عمر بن سعد أول من رمى بسهم نحو عسكر الحسين، هو اللي بلش المعركة. عمر بن سعد بن أبي وقاص، هذا كلام يبكي لما تقرأ وأنت لوحدك تتأثر جدا جدا. قل نسأل الله يحفظ علينا إيماننا وقلوبنا، والله العظيم لا يعصمك لا نسبك ولا من أبوك، وأبوك قد يكون سعد بن وقاص رضوان الله عن سعد يا أخي، سعد صحابي جيل مستجاب الدعوة، شوف إيش طلع ابنه، ولا مش صحيح، هذه مصيبة كبرى. فالإنسان دائما يتحوط لإيمانه ودينه، ودائما والله العظيم يلهج إلى الله تبارك وتعالى، بل يجأر جأرا أنه الله يحسن ختامه ويحفظ إيمانه. مسألة بتخوف، ممكن الإنسان يفتن في لحظة. فخرج علي ابن الحسين، مين علي الأكبر هذا اللي استشهد طبعا، كان عمره 18 سنة في يعني شرخ الشباب، في علي الأصغر زي العابدين هذا، العلي الأكبر هذا استشهد هذا طبعا وكان شابا، يقاتل ويقول أنا علي ابن الحسين ابن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي من شمر وعمر وابن الدعي، اللي هو عبيد الله ابن زياد، الدعي ابن الدعي، فطعنه رجل فقتله، وهذا هو علي الأكبر. وجاء صبي من أولاد الحسين فجلس في حجره فرماه رجل منهم بسهم فوقع الصبي ميتا. وطلب الحسين ماء يشربه فجيء بماء فهم أن يشربه فرماه الحسين ابن تميم لعنة الله عليه بسهم فوقع فيه فيه، فجعل يتلقى الدم بيده. أنت لو تتخيل الآن رجلا تحبه، نفترض مثلا في عالم جليل أو رجل صالح في بلدك أو في قريتك تعرفه أنت وتحبه وتحترمه، إنسان ممتاز، تتخيل يقع له شيء زي هذا تحت وشوه ذئاب البشر المجرمون، هذا يضرب وهذا يطعن، أنت ممكن تجن. تخيل هذا في أبيك مثلا، لو كان أبوك رجلا صالحا وكذا أو أخيك الأكبر أو إلى آخره، فكيف والذي فعل به هذا الحسين يا جماعة ابن رسول الله؟ والله أنا أمس يشهد الله علي أقسم بالله في منتصف الليل الساعة 3 يمكن أو 2:30 لأول مرة هذا المشهد صار كأنه أمامي حقيقة، وكنت أجن، رغبت الله أن يحفظ علي عقلي أقسم بالله، صرت في حال أول مرة في حياتي شيء كأنه الحسين أمامي بلحيته وجسمه وكأنه فعلا رسول الله نفسه يا أخي، ويفعل به ما يفعل، هذا شيء فظيع أفظع مما كنت أتخيل. كم سنة بقرأ وبحكي وبأصرخ، ما تخيلت كما حصل معي بالأمس، هذا شيء مخيف كان، مش وفعلا شيء رهيب، كابوس رهيب جدا جدا، هذا كابوس، ولو بتحاول تستحضره أنت تستحضر أعظم كابوس في تاريخ أمتك، مش قتل. وفي بعض الناس للأسف بيحاولوا يبسطوه عاد،
الرجل خرج يا أخي وأخذ له الناس وقتل، كأنه يعني أنت وأنا وعدنان ومحمد وسعيد اللي طلع. من الذي قتل يا جماعة هذا؟ من؟ وفي أي سن كان؟ رجل عمره 54 سنة، هذا مش أنه شاب صغير فكروه الحسين كان يعني ولد صغير، 54 رجل إمام المسلمين كان 54 سنة، شيخ كبير وقور، أفضل أولياء الله في عصره كان، بقية آل محمد. الله أكبر يا أخي، يفعل بها كذا؟ الله أكبر يا أخي. وضربه آخر على عاتقه، وضربه زرع ابن شريك عبد الله على كتفه، وحمل عليه سنان، هذا في الرواية، هذا مش شمر، قالوا سنان ابن أنس، فطعنه بالرمح في ترقوته ثم في صدره فوقع، فنزل إليه فذبحه وحز رأسه. إيش هذا يا أخي؟ والله العظيم لا يفعل هذا مسلم، والله العظيم هذا مسلم هذا؟ وقيل بل حز رأسه إيه؟ خولي ابن يزيد. والمشروع أنه شمر بن ذي الجوشن لعنة الله عليه، الكلب هذا الأبقع. ووجدوا به ثلاثاً وثلاثون جراحة. طبعاً هو آخر الشهداء كان، لأنه كان كالأسد الهصور، وكان معظم الجيش يتحاماه، مش حبين، مش كل واحد مش حب يروح هو يقتله بدهم، مش حتى جاء أي أشقاها والعياذ بالله، سواء هذا أو هذا أو شمر، أشقاها بعث أشقاها ففعل به ما فعل، لعنة الله على أشقاهم. ووجدوا في ثوبه 110 خرقا من السهام، تخيل يعني حوالي 120 سهم ضربين عليه. انت شوف الفكرة، مش الحوه وعيه كمان او غاد كلاب هذولا. ثم انتهبوا ثيابه وثقله، واخذ سيفه الفلافس النهشلي، واخذ سراويله بحر ابن كعب التميمي، سراويله لعنة الله عليهم، وتركه مجردا. تخيلوا هذه أمة محمد ولسه عنه شيء بسيط اللي صار. وأخذ قطيفته قيس بن الأشعث، وأخذ عمامته جابر بن زيد، وأخذ آخر ملحفة فاطمة بنت الحسين، بنته ملحفة تلحف فيها خذها، وأخذ آخر حليها. ثم نادى عمر بن سعد، من جاء برأس فله 1000 درهم، لعنة الله على عمر بن سعد. قال ابدوا حزوا الرؤوس، تخيل في الشهداء اقطع الراس، اللي بيجيب راس عنده 1000 درهم. الله أكبر يا أخي، شيء لا يصدق. ثم قال عمر بن سعد، من يوطئ فرسه صدر الحسين؟ عندهم جائزة طبعا. فانتدب أقوام بخيولهم حتى ردوا ظهره، خيل رايح جاي، شيء لا يصدق. المسألة مش مسألة إيه إنه إيه إنسان يعني إيه جاي ينازع حاكما ظالما وخلصوا عليه، لا، مسألة أحقاد وغل وغيظ، وأنا بقولكم وحقد شديد جداً جداً على رسول الله، أقسم بالله، مش على الحسين، على جده، على الإسلام من أيام بدر، مسألة حقد يا جماعة. خلص قتلتوه تركوه طيبة، وبالعكس وعززوه كرموه ودفنوه كمان وصلوا عليه أبكوا، لا، تجريد وذبح وقتل وقطع رؤوس، وحتشوف لسه بعدين لسه، وضرب في الأسنان وكذا، حتشوفه في حقد ولسه بتوقفه. أنا الحين متأكد كل واحد فيكم بقول في قلبه إيه اللي بتوقف على اللعنة، أكيد حيكون ملعون، يمكن شيء بخوف، صار موضوع بخوف هنا، تقرأ هذا وتعرف هذا ولسه متردد تلعن يزيد، أنت يعني زرمان، أنت مكسور خاطرك ليزيد، يعني ما شاء الله عليك، وين الإسلام اللي عندك معنا، وين الإيمان بصراحة، وين حب الرسول في قلبك بتدفع منها. وبعث عمر بن سعد لعنة الله عليه البعيد ورضي الله عن أبي برأسه لعبيد الله بن زياد، وحمل النساء والصبيان بنات رسول الله طبعا. فلما مروا بالقتلى صاح زينب بنت علي، زينب الكبرى أخت الحسين، يا محمدا، هذا حسين بالعراء مرمل بالدماء مقطع الأعضاء، يا محمدا، وبناتك سبايا وذريتك قتلى تسفي عليهم الصبا. قال الراوي، فما بقي صديق ولا عدو إلا بكى، حتى العدا صار يبكو، بنت الرسول تنهب وتنوح. ثم أمر عبيد الله أن ينصب رأس الحسين بعد أن طيف به بالكوفة. قال زر بن حبيش، أول رأس رفع على خشبة في الإسلام رأس الحسين ابن علي. أخبرنا ابن الحسين قال أنبأنا قال حدثني كذا إلى خيري حيلول، يعني تحويل في السند، قال أنبأنا قال إلى خيري جرير ابن حازم عن محمد ابن سيرين قال أتي عبيد الله ابن زياد برأس الحسين فجعل في طست، فجعل ينكت عليه وقال نعم، وقال في حسنه شيئا، مش عاجبه يمكن جماله، قال شوف القرد إزاي، ما هو إزنين، ابن حرام، ابن حرام، وما يفعلش هيك إلا ابن حرام. فقال أنس إنه كان أشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم، يروح تكلم في جماله، قال له مش عاجبه جماله، قال له هذا كان أشبه الناس بالرسول. ابن مالك، أنس بن مالك الصحابي.
والحديث أيضا أخرجه البخاري في الصحيح هذا. أخبرنا عن أنس بن مالك قال: شهدت ابن زياد حين أتي برأس الحسين فجعل ينكت بقضيب في يده على أسنانه، خبط على أسنانه ويقول: إن كان لحسن الثغر. قال كان طم حلو، قال ماشي الحال، قال لعنة الله عليه. فقلت أنس بول، فقلت: والله أما والله لأسوءنك، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل موضع قضيبك من فيه. تخبط على أسنانه، النبي كان يقبل أسنانه وأنت بتخبط عليه. لا والله ساءه كثير. بتفكروا ساءه يعني هيك؟ أنت بتتكلم مع قرد، بتتكلم مع ابن حرام هذا، ولا يسوء شيء. لو كان يسوء وكان ساءه قتل الحسين نفسه، ولا مصحي وقطع رأسه يا أخي. إيش المجرمين هذه؟ إيش الأمة هذه يا أخي؟ يا أخ. وبالسند المهم هنا إيش؟ إنكار الصحابة الكبير زيد بن أرقم على ابن مرجانة اللي هو مين؟ عبيد الله بن زياد، مرجانة المجوسية هذه. وبالسند المتقدم عن كذا عن كذا إلى آخره، عن أبيه عن سعيد عن كذا ابن معاذ وعمر ابن سائل أنهما حضر عبيد الله بن زياد حين جعل يضرب بقضيبه أنف الحسين وعينيه ويطعن به في فمه، فقال له زيد بن أرقم: ارفع قضيبك، إني رأيت رسول الله واضعا شفتيه على موضع قضيبك. فقال له ابن مرجانة: إنك شيخ قد خرفت وذهب عقلك. لزيد بن أرقم، زيد بن أرقم هذا هو راوي حديث: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. هو هذا. خلي هذا السؤال الثاني، هذا السؤال الثاني بعدين ممكن أعقب عليه. طبعاً إيه، طبعاً حتشوف. فقال إيه زيد: أحدثك حديثا هو أغلظ عليك من هذا. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقعد حسن على فخذه اليمنى وحسين على فخذه اليسرى، ثم وضع يده على يفوخ كل واحد منهما، ثم قال: اللهم إني أستودعك إياهما وصالح المؤمنين، فكيف كانت وديعتك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في خطأ هنا أكيد في الطباعة، أكيد. فكيف كان حفظك وديعة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شوف حفظتها أنت له، حفظت وديعة الرسول. قدوم زبانية بني أمية برأس ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الكوفة وإحضارهم رأس الحسين وأهل بيته، مجلس ابن مرجانة وإجهاره الأخير. وبالسند المتقدم لما دخلت زبانية ابن بني أمية برأس الحسين وصبيانه وأخواته ونسائه على ابن زياد، لبست زينب ابنة علي اللي هي الكبرى أرد أثيابها وتنكرت وحف بها النساء، فقال ابن زياد: من هذه؟ فلم تكلم، فقال ذلك ثلاثا وفي كل ذلك لا تكلمه. فقال بعض النساء: هذه زينب ابنة علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فقال ابن زياد: الحمد لله، عشان تعرف أنه زنديق الرجل مثل سيده يزيد كفار زنادقة، الحمد لله الذي فضحكم وقتلكم وأكذب أحدوثتكم. أهي بعتبر الإسلام هذه قصة هيك انفضحت، لعنة الله على البعيد. يا جماعة هذه حركة ردة حقيقية كانت، هذه يمكن هذه الردة الكبرى في الإسلام اللي ما طلعناش منها اليوم، وبدافع عنها وببهروها. فقال زينب: الحمد لله الذي أكرمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم وطهرنا تطهيرا لا ما تقول، إنما يفتضح الفاسق ويكذب فاجر. قال: كيف رأيت صنع الله بأهل بيتك؟ قالت: كتب الله عليهم القتال فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم فتتحاكمون عنده، إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. وبالسند المتقدم عن عنعنة قال: خطبنا عبيد الله بن زياد فقال: الحمد لله الذي أظهر الحق وأهله، الله أكبر، ونصر أمير المؤمنين وحزبه يزيد طبعا، وقتل الكذاب ابن الكذاب وشيعته. الله أكبر يا أخي. فقام عبد الله بن عفيف الكندي، تعرفوا الإمام العلي عليه السلام، الإمام علي قال لأخواني وشيعتي، قال لهم: إن أكرهتم على سبي فسبوني، أما البراء مني فلا تبرأوا مني، فإني ولدت على الفطرة. إياك، إذا تبرأ مني ممكن تكفر. الإمام ابن أبي داود صاحب المصاحف، تعرفوا الإمام أبو داود السجستاني صاحب السنن، عنده ابن اللي هو اسمه ابن أبي داود، عارفش كان يقول هذا مسكين، وهذا متهم بالنصب إنه هذا بكره علي، كان يقول: جعلت كل أحد في حل إلا من نسبني إلى بغض علي. من أكبر الكبائر أن تبغضي عليا، كبيرة فظيعة جدا جدا، تلعب بدينك وتدل على نفاق، زي ما قلنا امبارح نفاق حقيقي. إنه لعهد النبي الأمي إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. انتبهوا، فهذا هو الكذاب، مش كمان يكرهه الكذاب من الكذاب. الله أكبر على البعيد. المهم فهنا إيش عينا؟ فقام عبد الله بن عفيف الكندي، في رجال برضو كانوا، فقال: يا ابن مرجانة، إن الكذاب ابن الكذاب أنت ومن ولاك.
أكيد قتل طبعا. رد عليه نشال. ولما بلغ قتل الحسين الحسن البصري بكى حتى اختلج أي من كباء صار يرجف كله. وقال واذ الله لأمة قتل ابن دعيها ابن نبيها. قال خلاص راحت الأمة هذه. ابن الزنا فيها يقتل ابن النبي، راحت الأمة هذه. وساكت وقاعد وعادي. وبتدافع اليوم كمان، انتبه. باسم السنة والجماعة احنا صرنا نخجل من الكلام هذا. انه بعض علماء بيحكي الكلام هذا، نخجل. وقال الربيع ابن خثيم او خيثم التابع الجليل هذا من تلاميذ ابن مسعود لما بلغه قتل الحسين عليه السلام لقد قتلوا صبية لو جاء رسول صلى الله عليه وسلم من سفر لضمهم إليه، لأنه هيك كان سوى هو فأولاده. فصل. ثم دعا ابن زياد زحر ابن قيس فبعث معه برأس الحسين ورؤوس أصحابه إلى يزيد، وجاء رسول من قبل يزيد فأمر عبيد الله ابن زياد أن يرسل إليه بثقل الحسين ومن بقي من أهله. يعني أنبأنا أستاذ الأخيري عن أبي الوضي قال نحرت الإبل التي حمل عليها رأس الحسين عليه السلام وأصحابه فلم يستطيعوا أكلها، كانت لحومه أمر من الصبر. فلما وصلت الرؤوس إلى يزيد جلس ودعا أشراف أهل الشام فأجلسهم حوله ثم وضع الرأس بين يديه وجعل ينكت بالقضيب على فيه مثله مثل تلميذه ويقول يفلقنا هاما من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلما. أعق وأظلما. أخبرنا عن قبيصة ابن ذؤيب الخزاعي قال قدم برأس الحسين فلما وضع بين يدي يزيد ضربه بقضيبه أو بقضيب كان في يده ثم قال يفلقنا هاما البيت. قال أبو بكر بن كذا عن زيد بن أرقم قال كنت عند يزيد بن معاوية فأتي برأس الحسين ابن علي فجعل ينكت بالخيزران على شفتيه وهو يقول يفلقنا البيت، فقلت له زيد ارفع عصاك، فقال يزيد ترابي، ينسبه إلى مين؟ إلى أبي تراب. يعني قال له أنت يعني علوي بتحب علي وجماعته؟ أكبرتهم، هذه كانت زي إرهاب اليوم، أكبر من إرهاب أطوال. أنت اليوم إرهابي بسيبوك، لا ترابي تقتل مباشرة. تخيل أي واحد يعرف بحب علي يقتل، كان مجرمون مجرمون. ترابي، فقلت أشهد لقد رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم واضعا حسن على فخذه اليمنى وواضعا حسن على فخذه اليسرى وواضعا يده اليمنى زي ما قال ابن زياد على رأس الحسن واضعا اليسرى على رأس الحسين ويقول اللهم إني أستودعكهما وصالح المؤمنين، فكيف كان حفظك يا يزيد وديعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي جعفر عليه السلام اللي هو محمد الباقر، شوف العين الجوزي. قال وضع رأس الحسين بين يدي يزيد وعنده أبو برزة الأسلمي الصحابي المشهور، فجعل ينكت ويقول البيت. فقال أبو برزة ارفع قضيبك، فوالله لربما رأيت فاه النبي صلى الله عليه وسلم على فيه يلثمه. قال الحسن البصري جعل يزيد بن معاوية يطعن بالقضيب موضع في رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعل يطعن بالقضيب موضع موضع في الرسول، يعني موضع فم الرسول وين النبي كان يقبل. موضع فم الرسول صلى الله عليه وسلم وذله. الحسن قال وذله وذله لهذه الأمة. في حقد في حقد. قال سفيان وأخبرت أن الحسن في إثر هذا الكلام قال سمية أمسى نسلها عدد الحصى وبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لها نسل. سمية، تعرفين سمية اللي زنى فيها زياد ابن أبي في القصة المشهورة؟ طبعا مرة كانت يعني بتاعت مخور زنى فيها وسيبها، ولدت مين؟ واحد. مين اللي زنى فيها؟ طبعا أبو سفيان اللي زنى فيها، أبو سفيان ابن جنو. كيف يقول عن الصحابي جليل؟ يا أخي لا أجلكم الله، صحابي قرد. يا أخي هذا كان مشرك كافر وظل يحارب الإسلام لآخر سنة وفعل هذا في شركه، هذا ما فعلوش في إسلامه الرجل. بده دافع عن أبو سفيان كمان ما شاء الله وبيضوا صحيفته حتى هو في الجاهلية، يعني هذا ثابت عنه يا أخي ومعروف. وبدليل اللي أثبته مش إحنا. طيب مين أثبته؟ معاوية ابنه. أنتم مالكتوا مجنونين؟ مثلا ناس مفصوبين بدافعوا هيك بيرجعوا يقعوا في شر ما قالوا. طب معاوية اللي قال هذا؟ زياد ابن أبي سفيان، لأنه ثبت أنه الزنا في المرة هذه سمية أبو سفيان، قال خلص هذا ابن أبوي البعيد ألحق. ومعروف أنه مش للفراش سمية، هذه بتاعت مخور كانت تنسب ابن زنا لأبوك. ليش؟ لأنه زنا بها. مجرم. مجرم أبو سفيان. شو اسمه؟ مجرم معاوية. مجرم هذا زياد والعياذ بالله ابن أبيه. فهذه سمية، يا ما شاء الله سمية جابت زياد وزياد جاب عبيد الله طبعا. وهذولا يعيشوا وابناء الرسول يقتلوا. الحسن البصري يقول سمية أمسى نسلها عدد الحصى وبنت الرسول صلى الله عليه وسلم ليس لها نسل.
أنبأنا إلى آخره عن مجاهد قال جيء برأس الحسين ابن علي فوضع ما يزيد فتمثل هذين البيتين ليت أشياخي ببدر شاهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل فأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا لي بغيب الله تشل. هذا كلام إيه ابن الزبعري عاد والعياذ بالله شيء فظيع. هذا اللي قال إيه العلوس وغيره إذا كان قاله هذا بكون كفر خلاص انتهى. إيه بده ينتقم الرسول الله هذا ينتقم إيه من يوم بدر ها؟ قال مجاهد نافق فيها شفت نفاق عقيدة خلاص خرج من الإسلام هذا نافق فيها ثم والله ما بقي في عسكره أحد إلا تركه أيعابه وذمه.